كائنات فضائية بلا أجساد، إنسان الكربون وإنسان الميثان. من زمان جدا والإنسان بيفكر، هل معقولة يكون إحنا الكائنات الوحيدة اللي بتفهم وعاقلة في هذا الكون؟ هل معقول يكون كوكب الأرض بس اللي هو ولا حاجة في مجموعة شمسية، ولا حاجة في مجرة كلها، ولا حاجة في هذا الكون العملاق وهذه الأكوان الفسيحة؟ هل يكون الإنسان بس هو الكائن اللي موجود، أو الكائنات الحية على الأرض فقط وكل الكواكب ما فيهاش كائنات أو مخلوقات؟ الحقيقة إن العلم بيحاول يصل إلى هذا الأمر. لدينا جديد عالم كبير جدا، مدير مركز بيولوجيا الفضاء في جامعة كولومبيا، طلع بنظرية صادمة ومثيرة للغاية. بيقول في خلاصتها، احنا ليه متصورين ان احنا هنلاقي ناس شبهنا في الكائنات في الكواكب الاخرى؟ ليه متصورين هنسمع اصواتهم ونراقب مكالماتهم ونرد عليهم ونتلقى رسائلهم؟ احنا جبنا منين هذه الافكار؟ ممكن تكون كائنات ولكن مش زينا، مش كائنات لها اجساد او لها اجسام. اللي احنا متخيلين باستمرار الكائنات الفضائية بالشكل اللي هو قريب من الإنسان اللي دايما بيبث على مواقع علمية كتيرة جدا، بيقول لا، ممكن تكون دي كائنات مثلا من الميثان، كائنات غازية. الإنسان اللي من دم ولحم، احنا كنا كبشر اسمنا العلمي إنسان الكربون. إنسان الكربون اللي هو من دم ولحم بالطريقة بتاعتنا اللي احنا بيها كبني آدمين. إنما هو بيقول ممكن ما يكونش إنسان الكربون، ممكن يكون إنسان الميثان، إنسان غازي، يعني زي المياه الغازية أو زي الغازات، يبقى في إنسان غازي من غازات. ما تقدرش تمسكه أو تشوف هذا الإنسان بالطريقة اللي أنت متخيل بيها الإنسان اللي على وجه الأرض. بلاش نقول إنسان، نقول كائن ذكي، ولكن هذا المخلوق مخلوق ميثاني من غازات وليس من كربون. القنبلة النظرية اللي هو بيقولها، الكون حضراتكم فيه حاجة اسمها المادة المظلمة. المادة المظلمة اللي في الكون دي 27% من الكون، أكتر من ربع الكون من المادة المظلمة. العلماء لما بيسألوا السؤال الشهير جدا، لماذا لا تطير النجوم؟ ليه النجوم لا تطير ولا تتناثر والكواكب تتبعثر وتمضي في هذا الكون إلى ما لا نهاية؟ العلماء بيقولوا لأن فيه الجاذبية، وزي ما في جاذبية على الأرض، أن أنت لو سبت هذا المج هيقع بحكم الجاذبية، ففي جاذبية داخل المجرات هي اللي بتجمع هذا الكون. لكن العلماء لما بحثوا قالوا أن الجاذبية اللي طالعة من هذا الكون مش كافية، وبالتالي أن في مصدر آخر للجاذبية. فقالوا أن المادة المظلمة اللي في الكون اللي هي أكتر من ربع الكون هي اللي بتحقق باقي الجاذبية أو بترمم نقص الجاذبية اللي موجودة في العالم في الكون. بعض العلماء قالوا إن المادة المظلمة ديت هي اللي مسؤولة عن تمدد الكون. بعض العلماء قالوا مؤخرا، علماء من هولندا، إن مفيش جاذبية موجودة في الكون وإن المادة المظلمة لا تقوم بهذا الدور. المهم، جدل كبير جدا حوالين المادة المظلمة اللي هي أكتر منطقة غامضة في علم الفيزياء وفي الكون اللي احنا بنحاول نتأمله ونصبر أغواره. هذا العالم الكبير مدير مركز بيولوجيا الفضاء في جامعة كولومبيا بيقول ان ممكن قوي تكون المادة المظلمة دي هي الكائنات الفضائية، وان هي كان ليها أجساد وبعدين أفنت أجسادها وتحولت الى ما يمكن تسميته ان هو أرواح، وهي جسيمات تحت ذرية، وانها وصلت لهذا المستوى عشان تتفادى الكوارث الكونيه زي اشعه جاما المدمره وزي انفجار النجوم اللي بيكون خطير للغايه لما تلاقي نجم وانفجر بطريقه بتسمى علميا السوبر نوفا، اللي هو نجم زي الشمس ينفجر انفجاره بيعمل وهج، مش بقى بيضيء يعني مدينتين ثلاثه، بيضيء المجره كلها، وان هذا النجم يموت بعد هذا الانفجار. فهذه الكائنات إذا هي موجودة طبقا لهذا العالم، هي بتحمي نفسها بأنها ألغت أجسامها وتحولت إلى جسيمات تحت ذرية تتفادى أشعة جاما وتتفادى أيضا السوبر نوفا زي ما قلنا انفجار النجوم.
خلاصة هذا الكلام إنه العلم لسه بيدور على كائنات موجودة في الكون الفسيح، وإنه العلماء بيبتكروا كل شوية نظرية، وإن المادة المظلمة اللي هي صعبة جدا جدا نحن نفهمها دلوقتي، عالم بيقول إن ممكن تكون كائنات، وإن هي مش قوانين فيزياء وإنما كائنات موجودة طورت من شكلها إلى هذا النحو، وإحنا بعقليتنا البسيطة وتصورنا وإدراكنا المحدود متصورين إن هنلاقي ناس زينا ماشيين على قدمين أو لهم إيدين أو لهم وش أو لهم رأس ولهم جسد بالطريقة اللي موجود بها الكائنات الأرضية، ده مش صحيح. إذا مجمل ذلك قد تكون هناك كائنات ولكنها بلا جسد، إن هذه الكائنات قد تكون هي المادة المظلمة، إن هذه الكائنات هي اللي بتعمل على توسع وتمديد الكون علشان خاطر ما يحصلش درجة حرارة تدمرها، وإنه من الممكن تكون هذه الكائنات قدرت تصل لهذا المستوى اللي خلاها آمنة في هذا الكون من الكوارث الكونية زي أشعة جاما أو السوبر نوفا كما قلنا. لكن طبعا ده ختاما موضوع بيصطدم مع الدين، لأن العالم لم يشرح إنه إزاي هذه الكائنات ألغت أجسادها، وهل هي عندها القدرة إنها تفني أجسادها وتبقي نفسها على هذا النحو؟ إزاي ممكن تكون كائنات بهذه القوة تتحدى أشعة جاما وتتحدى السوبر نوفا وما إلى ذلك؟ إزاي ممكن كائنات تكون واخدة لوحدها 27% من هذا الكون الفسيح؟ هو ميزة هذا الموضوع تفتيح للأفاق، وفي علماء كتير ضد هذه النظرية، هي نظرية بقالها أيام معدودة، إنما قلنا عرضها للنقاش عشان نعرف فيما يفكر العلماء الآن وإلى أين وصلت العلوم الكونية وعلوم الفيزياء. لكن طبعا كلنا كمؤمنين نؤمن تماما أن هناك خالق واحد أعظم لهذا الكون، خلق كل هذه الأكوان وكل هذه الكواكب وكل هذه النجوم، وخلق الإنسان وخلق أي كائنات أخرى سواء كانت كربونية أو غير كربونية، سواء تشبه الإنسان أو لا تشبه الإنسان، وإن الإنسان هيستمر باستمرار يتأمل هذا الكون علشان يجد ما هو جديد وما هو مثير وهو ممتع في متابعته، وإن ده لا يزيد المؤمنين إلا إيمانا.